بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتعلم الطريقة الصحيحة لقياس مستوى زيت مولدات الديزل وكيفية تزويد الزيت عند الضرورة. بس ياريت في البداية كل الناس المهتمة بالمولدات في التشغيل والصيانة والتركيب ياريت تشترك معايا في القناة علشان توصلك كل الفيديوهات المهمة من القناة. أول نقطة لازم تعرفها، ما ينفعش تقيس مستوى زيت محرك المولد والمولد شغال، لازم تفصل المولد زي ما باين قدامنا دلوقتي. هنفصل باور وبعد كده نكمل الخطوات. الخطوة الثانية اللي لازم تتعود عليها لأنها خطوة أمان مهمة جدا في الصيانة الدورية والوقائية، سواء كنت شغال في الجزء الميكانيكي أو الجزء الكهربي، لازم تفصل البطارية. أول حاجة هنفصل الطرف السالب من البطارية وبعد كده هنفصل الطرف الموجب ونأمن الأطراف كويس جدا بحيث ان هي ما تلمسش في اطراف البطارية. بعد ما فصلنا المولد من الباور وفصلنا اطراف البطارية، ينفع اروح اقيس المستوى ومحرك المولد لسه سخن؟ لا ما ينفعش، لازم انتظر يا جماعة من 10 ل 15 دقيقة وبعد كده اعمل الخطوة اللي هي بعد كده اللي هي قياس مستوى الزيت. بعد ما انتظرت مدة من الزمن علشان المحرك يهدى، بعد كده هروح اقيس المستوى زي ما باين قدامكم دلوقتي بمقياس مستوى الزيت. ومقياس مستوى الزيت بيبقى موجود عليه علامتين، علامة المستوى الأدنى وعلامة المستوى الأقصى، ولازم الزيت يبقى بين العلامتين دول، لازم الزيت يبقى بين الحد الأدنى والحد الأقصى. طيب هفترض دلوقتي ان انت قست المستوى لقيته تحت الحد الأدنى او المستوى الأدنى، هتعمل ايه؟ هتضطر ان انت تزود زيت. الخطوة الأخيرة هزود الزيت لو هو تحت الحد الأدنى. ملحوظة، قبل ما تزود الزيت لازم يكون من نفس النوعية المستخدمة واللي وصى بيها مصنع المولد. طيب هنزود الزيت ولازم تعمل حاجة مهمة جدا برضو، ان انت تتابع مستوى الزيت بمقياس مستوى الزيت علشان الزيت ما يعديش الحد الايه؟ الحد الأقصى. وبكده بتكون ديت الطريقة الصحيحة لقياس مستوى الزيت وكيفية تزويده. ياريت تشترك معايا في القناة لو لسه ما اشتركتش، واعمل اعجاب للفيديو وشارك الفيديو ولو ليك اي تعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.